ونتحول الآن لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية. الوقفة الاقتصادية لهذه النشرة تأتينا بها ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكراً لكم محمد وأدا، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الدولة التنازل عن مواني نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. وفي هذا الإطار أوضح المركز الإعلامي أن المواني المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادة المصرية وستظل كذلك، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من مواني النقل النهري. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير الوحدة السكنية المناسبة لجميع المواطنين، تم طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز ببعض المدن الجديدة. هذا ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ومن المقرر قريباً الإعلان عن موعد إتاحة شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز. حققت البورصة المصرية مستويات قياسية خلال عام 2022، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 181.3 مليار جنيه منذ بداية العام. وكشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي عن صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 21.2% ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25.3% خلال العام، فيما تم توزيع أرباح نقدية بلغت 35.8 مليار جنيه. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعدما قالت موسكو أنها قد تخفض إنتاج الخام ردا على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على الخام الروسية. وارتفع خام برنت بنسبة 3.6% إلى 83.92 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 2.7% إلى 79.56 دولارا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.86% لتصل إلى 3.21 دولار للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% لتسجل 5.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فازت الحكومة الإيطالية بسهولة في تصويت على ثقة في مجلس النواب دعت إليه للإسراع بالموافقة على موازنتها الموسعة لعام 2023. ورفعت أول ميزانية لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني العجز في العام المقبل إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي من أصل 3.4%. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على الميزانية في قراءة ثانية الأسبوع المقبل. وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية قرض أخضر بقيمة 70 مليون يورو مع إحدى الشركات من أجل تسريع انتقال الطاقة في البرتغال، وذلك عبر تطوير محطات طاقة متجددة جديدة بطاقة إجمالية تبلغ نحو 188 ميجاوات وباستثمارات تتجاوز 150 مليون يورو. وذكر البنك أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم أوروبا في تحقيق أهدافها المناخية، مشيرا إلى أنها تعد مثالا متميزا للتعاون الاستراتيجي بين البنك والشركات العالمية الرائدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة.
انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى. أداوم محمد، شكرا لك مرنا.